تعالوا نكمل بقى الايه النهارده ان شاء الله بقيه الموضوع بتاعتنا. امبارح كان اخر حاجه اتكلمنا عنها كان موضوع الريد لو انتوا فاكرين، واتكلمنا على الريد وقلنا الليفلز بتاعته كانت ايه، وقلنا ايه الفرق بين السوفت وير والهارد وير ريد، وركزت لك على الهارد وير ريد شويه شويه كمان شويتين كمان، لان احنا غالبا واحنا شغالين في داتا سنتر بيكون اكيد اكيد هتقابل هارد وير ريد، ده حاجه طبيعيه جدا. وبعد كده اتكلمنا على السوفت وير ريد وعملنا له امبلمنتيشن كمان، وقلنا المميزات بتاعت السوفت وير ريد ايه، ها ان انت مش محتاج تشتري اي ريد كنترولر، مش محتاج تشتري نوع ديسك معين مربوط بالكنترولر دول، صح. قلنا ان السوفت وير ريد كمان ها الفليكسابيليتي بتاعته اعلى من الهارد وير ريد، فاكر موضوع الفليكسابيليتي دي حاجه هتبقى من اهم المميزات بالنسبه لك. يعني مع الهارد وير ريد كنا قلنا امبارح وانت شغال كده، لو انت اشتريت ريد كنترولر فانت لازم لما تيجي تحط الديسك في الكنترولر، اسف، لما تيجي تحط تقول للكنترولر انا عايز الديسك الفلاني يكون جزء من الريد اري الفلانيه، بيكون الديسك كله على بعضه كامل خلاص كده. لكن مع السوفت وير ريد قلت لك ممكن تعملها على بارتيشنز كمان. حد فيكم فاكر الحكايه دي امبارح لما قلت لك مع السوفت وير ريد انا ممكن اعمله على بارتيشنز؟ خلاص، يعني ايه الكلام ده؟ تعال كده نترجم الكلمتين دول كده لحاجه تفهمها بسرعه عشان الناس اللي مش متعوده تعمل هارد وير ريد بايديها تكون فاهمه احنا بنتكلم في ايه ومبقاش الدنيا بالنسبه لها غامضه. طيب اللي انا عايز اقصده حاجه بسيطه جدا، بص لي كده، ده عندي السيرفر بتاعي، قلت لك السيرفر ده بيكون فيه ريد كنترولر وادي الديسكات بتاعتك اهي، وقلت لك كل ديسك كده من جوه بتلاقيه واصل على مين؟ على الكنترولر بتاعك ده، صح؟ مش ده اللي احنا قلناه امبارح؟ طيب لو فرضا عندك اربع ديسكات، لو عندك اربع ديسكات اهم واصلين على الكنترولر بتاعك الظريف اللي موجود ده اهو. طيب دلوقتي انت حبيت تعمل ريد اري معمول من اتنين ديسكس. اولا لما تيجي تعمل ريد اري، الريد اري لو هارد وير ريد بياخد الديسك كله كامل، ما ينفعش تيجي تقول له كده وتقول له خد من الديسك ده وليكن 20 جيجا ريد زيرو، ومن الديسك ده 20 جيجا ريد زيرو برضه، ولا من الديسك ده 30 جيجا ريد واحد ومن الديسك الثاني 30 جيجا ريد واحد، بتاخد الديسك كله على بعضه وخلاص على كده. يعني لو عندك ديسكين عايز تعملهم ريد بتعمل الديسكين دول كاري واحده بس، هي اري واحده. طب عايز تعمل ديسكين تانيين، اعمل ديسكين التانيين اري تانيه، ده الاري رقم اتنين بس كده خلاص الموضوع انتهى. لكن لو انت شغال سوفت وير ريد بقى وعندك اربع ديسكات، ادا الديسك الاول وادا الديسك التاني وادا الديسك التالت وادا الديسك الرابع، ياه لا الموضوع بقى فليكسبل اكتر. مع السوفت وير ريد الموضوع فليكسبل اكتر، ازاي يا عم؟ قال لك خد لي اول بارتيشن من الديسك ده مع اول بارتيشن من الديسك ده مع اول بارتيشن من الديسك ده، واعمل لي من الثلاثه دول كده ريد خمسه، وخد لي تاني بارتيشن من الديسك ده مع تاني بارتيشن من الديسك ده مع تاني بارتيشن من الديسك ده مع تاني بارتيشن او مع اول بارتيشن من الديسك ده، شايف؟ خلاص، واعمل لي ايه؟ واعمل لي منهم ريد ستة، وخد لي بارتيشن هنا من الديسك ده وبارتيشن من الديسك ده واعمل لي ريد واحد، شايف؟ معنى كده ان ممكن يكون عندي تلات اربع ديسكات وعامل منهم اربع ديسكات بس وعامل منهم ستة اريز، ايه المشكلة يعني؟ ايه اللي هيمنعك؟ محدش يقدر يمنعك، خلاص؟ ده في حاجة كمان أكتر، ده أنا ممكن يكون عندي ديسك واحد ومقسمه بارتيشنز كده وعامل من أول اتنين بارتيشن ريد واحد، من أول اتنين بارتيشن ريد واحد ومن التلاتة اللي بعدهم ريد خمسة. طبعا السيناريو ده سيناريو محترم، السيناريو ده سيناريو سيء جدا جدا، حاجة فاشلة جدا. عارف ليه؟ لان هو في الاخر ريد واحد، اسف، لو هو في الاخر ديسك واحد وانت عامل لي ريد واحد، يعني انت عامل لي ريد واحد هنا على ديسك واحد، الديسك ده لو ضرب فيزيكلي
انت كده مع السلامة، ملوش اي لازمة الريد اصلا، ملوش اي قيمة. وصلت؟ يبقى مع السوفت وير ريد الفليكسابيليتي اعلى خلاص، لكن مع الهارد وير ريد ها السرعة بتكون اعلى، تمام كده. حاجة بس، حد كان كنت بدي مرة كورس وحد كان بيسألني على موضوع الاستابيليتي، هل السوفت وير ريد ستيبل زي الهارد وير ريد؟ هقول لك بكل بساطة النهاردة السوفت وير ريد الامبلمنتيشن بتاعه شغالها بقالها سنين سنين مع اللينكس خلاص، ستيبل جدا جدا جدا، تكاد تكون تكافئ الاستابيليتي بتاعة الهارد وير ريد خلاص كده. فما تقلقش من موضوع الاستابيليتي بتاع السوفت وير ريد. المشكله في السوفت وير ريد عن الهارد وير ريد حاجه تانية، البرفورمانس. والبرفورمانس هنا مش اقصد بيه الكاش بس، لا الكاش ممكن يكون اخر حاجه تفكر فيها، ممكن يكون الهارد وير ريد بتاعك ده انت اصلا ما بتكتبش داتا كتير قوي 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 بحيث ان انت لازم يكون عندك كاش سريع، مش كده بس، ده انت ممكن تكون جايب ديسكات نوعها اس اس دي، بقى ليه ديسكات الاس اس دي سريعه، فانت اصلا الكاش بتاع الكنترولر ده مش هيفرق معاك قوي لان هي اصلا ديسكات سريعه جدا خلاص كده. طب ايه يا عم المشكله؟ المشكله في حاجه واحده بس، الريد كنترولر بيعمل اوفلودنج. ايه موضوع اوفلودنج ديا؟ بص، اول ما تسمع كلمه اوفلود معناها في حاجه هتشيل الشغل عن حاجه تانية، تمام كده. اول ما تسمع كلمة اوفلود دي معناها ان في حاجة هتشيل الشغل عن حاجة تانية. يعني ايه بكل بساطة؟ بص كده مثلا، انت بتكتب داتا الاوبريتنج سيستم بتاعك، انت بعت له كده قلت له اكتب لي وليكن 200 ميجا، بنقل فايل مساحته 200 ميجا. لو انت شغال هاردوير ريد، مين اللي بياخد ال 200 ميجا دول ومين اللي بياخد اللود كله؟ ها، اللي بياخد اللود كله الريد كنترولر نفسه. بالمناسبة الريد كنترولر بيكون له بروسيسور خاص بيه، هو اللي بيشيل الشغل كله عن ها البروسيسور بتاعك بتاع المكنة نفسها. لكن مع السوفت وير ريد ايه اللي بيحصل؟ مين اللي بيقوم بالشغل؟ ده السوفت وير ريد ده اصلا عبارة عن موديول امبلمنتد فين؟ في الكيرنل. فلو انت شغال سوفت وير ريد، مين اللي هيقوم بالشغل؟ الكيرنل بتاعك. بمعنى ادق كمان، البروسيسور بتاعك المين بروسيسور اللي اقصده هنا المين بروسيسور هو اللي هيقوم بالشغل كله، هو اللي هيقوم بالشغل كله. معنى كده لو البروسيسور بتاعك بطيء شويه هتحس ان اللود على المكنه دي زاد جدا، ممكن تلاقي الريد مثلا وصل لواخد ان هو اكتر من 20% مثلا خلاص كده. لكن مع الهاردوير ريد مين اللي بيقوم بالشغل ده كله؟ ده البروسيسور الخاص بالكنترولر نفسه، مش المين بروسيسور بتاع المكنه، تمام كده. ها، حد عنده مشكله في الحته دي؟ مفهومه الحته دي؟ واضحه ولا ايه؟ خلاص كده. طيب ممتاز جدا، يبقى السوفت وير ريد هيفرق معاك ايه في اللود. طيب بس عايز نقطه انوه ليها بس صغيره جدا، الموضوع ده كان بيفرق من 4 5 سنين كده، من 4 5 سنين الموضوع ده كان عامل فرق كبير جدا لصالح الهاردوير ريد. طيب النهارده اعتقد النهارده عمرك ما هتلاقي جهاز مش مالتي كور او مالتي كور بروسيسورز خلاص. اي سيرفر النهارده، انا بكلمك على سيرفر تعبان جدا يعني، بص عنده بؤس، بكلمك على سيرفر النهارده مينيمم فيه 4 كورز مش كده وبس، وبيسبورت المالتي ثريدنج. خلاص، اقل سيرفر النهارده انت كده بتقول له صباح الخير يا سيرفر، هتلاقيه فيه 6 كور اقل حاجه، اما كانش فيه 12 كور كمان، وصلنا ل 18 كور و 22 كور مش 24، 22 كور تحديدا. ده في سيرفر عادي يا عم، في سيرفر عادي كمان، مش بكلمك على سيرفر فيه 2 بروسيسور، 2 فيزيكال بروسيسور،
يعني لو كل بروسيسور واحد فيهم في 22 كور، هيكون عندك توتال 44 كور على المكنه دي. لو بكلمك على سيرفر فيه 4 بروسيسور، اتفرج بقى 22 في 4 88 كور على المكنه دي. خلاص، تفتكر ان جهاز عادي جدا موجود اليومين دول مع 4 كور، ها، هيفرق معاه موضوع السوفت وير ريت ده النهارده؟ لا، الموضوع ده ما عادش فارق خالص. لما سرعه البروسيسورز زادت، ها، السوفت وير ريت ما عادش فارق مع الموضوع ده. يعني يوم ما تتنطط اساسا مع المالتي كور، هتلاقي السوفت وير ريت واخد 1% ل 2% بس، اللي هو تقريبا شبه ولا حاجه من البروسيسور بتاعك. يعني البروسيسور النهارده يقدر يهندل الكلام ده كله بشكل افشنت جدا. ها، وضحت الحكايه دي؟ وضحت؟ طيب، هيفرق معاك في ايه لو انت عندك المكنه بتاعتك عليها مثلا بروسيسور تعبان زي البروسيسورز القديمه قوي، السيليرون؟ حد فيكم فاكر السيليرون؟ لو عندك بروسيسور زي السيليرون التعبان ده، هيفرق معاك شويه في البرفورمانس. طيب، او البنتيوم 3 كمان، البنتيوم 3 برضو كان تعبان جدا معاه. طيب، ممكن يكون اسرع من الهاردوير ريد. السؤال ده سؤال خطير جدا، لسبب ان الهاردوير ريد بتاعك الكنترولر نفسه السبيكس بتاعته ايه. فاكر امبارح لما قلت لك ان كل هاردوير او كل ريد كنترولر، كل كارت كده بتجيبه بيكون له سبيكس مختلفه، في كروت بيكون ليها، ها، كل واحد فيهم له سبيد مختلفه، كل كارت بيكون له سبيد مختلفه، وكل كارت بيكون له كاش سايز مختلف. فاكر؟ ماشي. فساعتها اللي هيحدد السؤال ده، او اللي هيحدد الاجابه على السؤال ده تحديدا، انت بتكلمني على انهي ريد كنترولر وسرعه الريد كنترولر دي ايه. خلاص، لو بتقارن لي حاجه موجوده النهارده سوفت وير ريد مع كنترولر تعبان قوي مثلا 256 ميجا الكاش بتاعه، يعني اكيد هيفرق يعني. لكن لو بتقارن لي حاجه محترمه مع حاجه محترمه، انا بقول لك اهو، الهاردوير ريد ما ينفعش يتقارن بالسوفت وير ريد. خلاص كده. طيب، ايه تاني؟ عايزين نimplement بقى السوفت وير ريت ده بس على بارتيشنز دلوقتي، واوريك موضوع الفلكسبيليتي دي. عايز اوريك موضوع الفلكسبيليتي دي. لو انت فاكر امبارح كان عندنا مكنه كده، تعال كونكت عليها. ادي المكنه بتاعتنا اهي. لو جيت اقول له كده LS بلوك، كان عندي كام بارتيشن من امبارح؟ ها، SDB و SDC و SDD. تعال اضيف كمان بارتيشن يا عم، اهو غلاسه كده. تعال اد كده ديسك كمان. LS بلوك كده، زي ما قلت لك ايه اللي هيحصل؟ مش هتلاقيه ظاهر، فاعمل شوت داون دلوقتي وشغل المكنة بعدها مرة تانية. معلش اعذرني، وعاملني على قد عقلي، انا بعمل لك شوت داون كلها كام يوم كده، وهديك اسم باكج، هترن امر واحد هيجيب لك الديسكات الجديدة دي. بس خلينا النهاردة لسه في الاول تاتا تاتا كده، ماشيين واحدة واحدة بمزاجنا. لإيه؟ ومن غير ما نجري يعني، عملنا على قد عقلي بس. هون المكنة قامت اهي زي الفل، الحمد لله. طيب، تعالى بقى كده نعمل ايه؟ عايزين نimplement الكلام ده دلوقتي. تعالى كده نكبر الخط كمان سنة. ايوة كده، ممتاز جدا الخط بتاعنا. في عندي هنا حاجة واكلة البروسيسور بتاع المكنة دي. طيب ماشي.
اف ديسك كده، او بلاش اف ديسك حتى، ال اس بلوك، خلي الموضوع سيمبل. انا دلوقتي عندي كام ديسك؟ ها، كام ديسك سبير ممكن العب معاهم؟ 4 ديسكات موجودين صح؟ اهم بي وسي ودي واي. حلو جدا. طيب هعمل ايه؟ تعالى كده ايه نتعامل معاهم. هقول لك كده اف ديسك سلاش ديف اس دي بي، اف ديسك سلاش ديف اس دي بي. خلاص كده. تعالى كده هنا ملقاش. فاكر البارتيشننج اهو، بنعيده مره تانية اهو. بيقول لك ان هو فاكر لما كنت بقول لك بيحذرك ان كل الكلام ده في الميموري. بعد كده بيقول لك ان ملقاش بارتيشن تيبل، وهيروح يبيلد نيو دوس ديسك ليبل، هيروح يعمل ام بي ار جديد لما ما يلاقيش. اهو نفس الكلام اهو، ام كده فور هيلب، تعالى اد نيو بارتيشن ان، بيقول لي برايمري ولا اكستندد، خليه لي يا عم برايمري، وهدي له رقم 1 من الفيرست فري سيكتور اهو، من السيكتور رقم 2048. فاكر لما كام يوم كده لما كنت بقول لك الام بي ار لما بيتعمل بعده كده كام، حوالي السيكتور رقم 0 بيكون للام بي ار نفسه، وبعد كده من السيكتور رقم 1 لحد 2047 بتبقى فري سبيس كده بيحطها ما بين اول بارتيشن وبين الام بي ار. فاكر لما كنت بكلمك على ستيج 1.5؟ ها، فاكر لما قلت لك الحته دي؟ طبعا ما فيش حد فاكر اي حاجه اكيد يعني، ما علينا. تعال كده نخلي الديسك ده مساحته، او اسف البارتيشن ده، تعال نخلي مساحته 5 جيجا كده بلس 5 جي اهو، ام كده فور هيلب. تعالى كده اعمل بي عشان ابرنت الديسك ده. بصوا لي كده دلوقتي الديسك ده التايب بتاعه ايه. بصوا كده كويس، شايف الديسك ده سيستم بتاعه ايه؟ لينكس. هو انا هحط لينكس فايل سيستم عليه؟ يعني انا هحط اي اكس تي 4 ولا اي اكس تي 3 ولا اكس اف اس عليه؟ ها، تفتكر انا هحط حاجه من دول عليه كده مباشره؟ لا، ده انا لازم احطهم على بارتيشن من النوع ريد. فانا هعمل ايه؟ تعال كده ام هيلب، ازاي اغير السيستم اي دي بتاع بارتيشن؟ اهو change partition system id، هضغط كده تي، بيقول لي الانهي اوتوماتيك. هو عمل سيلكت اصلا لبارتيشن رقم 1، عارف ليه؟ لان مفيش غيره عندي، هو البارتيشن الوحيد اللي موجود، هو البارتيشن الوحيد اللي موجود اهو، عمل له سيلكت. بيقول لي انت عارف الكود ولا عمل لك ليست للكودز؟ ايه الهكس كود بتاع البارتيشن اللي انت عايزه ده؟ انا لسه مش عارف الكود. فبيقول لك انا طيب ال تو ليست اول كودز، اضغط له ال يا عم. ضغطت له ال، انا بدور على بارتيشن من النوع اللي اسمه ريد. دور كده على الريد، وتعال نصغر الخط كده شويه اهو. فين الريد اهو؟ بص كده، شايف النوع البارتيشن ايه بقى؟ ايه ها، ايه اللينكس ريد اوتو اف دي اهو. لو جيت اقول له بي مره ثانيه، بصوا لي نوع البارتيشن بقى ايه، بقى اف دي. بصوا لي فوق نوع البارتيشن كان ايه، الاي دي بتاعه كان كام؟ 83، وكان نوعه ها لينكس. بصوا لي اتغير بقى ايه، معنى كده ان البارتيشن ده بقى جاهز ان انا استخدمه كايه، ها بقى جاهز ان انا استخدمه كريد. في مشكله كده؟ بعد ما خلصت عملنا بيه كده برنت، كل حاجه تمام. طب اعمل لي رايت يا عم، متشكرين جدا. وبعد ما خلصت بارت بروب ديف اس دي بي، طيب اف ديسك كمان مره لمين؟ لاس دي سي. تعال اد نيو بارتيشن ان برايمري، البارتيشن اخليه رقم 1 من اول فيرست فري سيكتور، خليه لي كده 5 جيجا. خلاص بي كده عشان ابرنت. فاضل لي اغير مين؟ ها، فاضل لي اغير مين؟ السيستم اي دي بتاعه. تعالى كده اغير السيستم اي دي منين؟ ام كده للهيل. اغير السيستم اي دي منين؟ من التي. قال لي الكود بتاعه ايه؟ ال كده للكود. الكود اللي انا عايزه ايه؟ ها، اف دي اهو، اف دي. بي كده عشان ابرنت مره ثانيه. ها، هو ده اللي انا عايزه. ايوه مظبوط اهو. طيب حلو كده، خلاص تمام زي الفل.
هرايت الكلام ده، وبعد ما خلصت بارت بروب ديف اس دي سي. لو جيت اقول له كده ال اس بلوك، ها بص كده بقى عندي اس دي بي واحد واس دي سي واحد، اتنين بارتيشنز كل واحد فيهم 5 جيجا اهو. طيب كلام جميل. عايزين نعمل منهم ريد، عايزين نعمل منهم ريد. فاكر md add داش داش create هكري الديف md 0 الليفل بتاعه كام؟ ها خليه لي وليكن ريد واحد يعمل ميرور خلاص كده. الريد ديفايسز كام؟ اتنين، اللي هما مين يا عم؟ ديف اس دي بي واحد وديف اس دي سي واحد. بص لي كده دلوقتي طلع لي بورنينج، طلع لي بورنينج. ها ايه الورنينج اللي عندي؟ بيقول لك كده شكل الديسك اللي عندك او شكل البارتيشن اللي احنا استخدمناه هنا ده او هنا ده شكل كده كان عليه ميتا داتا قبل كده. عارف الورنينج ده طلع ليه؟ ها لان امبارح انا كريت ريد اري على الديسك ده وعلى الديسك ده، فلسه بقيه الداتا مكتوبه. امال مين اللي كان ايه اللي كانت مسح؟ السوبر بلوك بس. فاكر امبارح لما عملنا السوبر بلوك، لما عملنا زيرو سوبر بلوك؟ طب بقيه الداتا، بقيه الداتا لسه موجوده والله. فلما جيت كريت الاري قال لك ايه؟ ها قال لك ايه؟ طلع لك بورنينج، قال لك استنى يا عم شكل فيه داتا كده لسه موجوده. فطلع لك بورنينج، والورنينج ده بيحذرك عشان لو هتحط سلاش بوت على البارتيشن ده او البارتيشن ده. لسه هنيجي الموضوع سلاش بوت ده كمان كام يوم، لما نيجي الفول انستليشن بقى كده هقول لك على موضوع البوت ده. طيب تعالى كده، بيقول لك عايز تكمل وتكريت الاري، هقول له ايوه يس اهو. تعالى كده cat slash proc md stat، وتعال نحطها كده في واتش عشان نشوف. ها بدأ يريبيلد الاري، او بدأ يبيلد الاري اصلا من البداية، او بدأ يعمل له بيلد اهو. وشايف بيقول لك انا عندي الاري بتاعي مكون من كام بارتيشن؟ اتنين اس دي سي واحد واس دي بي واحد، والاتنين دلوقتي عمل بيلد اهو بنجاح مفيش اي مشكلة. بيقول لك الاتنين حالتهم ايه دلوقتي؟ الاتنين بقوا اب، وعندك ديسكين اتنين منهم اب اند راننج، او اسف عندك اتنين بارتيشنز، عندك اتنين ديفايسز ممبر في الاري، اتنين منهم اب وراننج مفيش فيهم مشاكل. طيب تعال اعمل كود كده كنترول سي كده، ممكن اقول له كده ام كي اف اس دوت اكس اف اس ديف اس اس دي بي، ولا اس دي بي واحد ولا اس دي سي واحد؟ لا خليك فاكر ام دي زيرو، ما عادش ليك دعوه بالبارتيشنز بقى خلاص. عملنا فايل سيستم، بعد كده ممكن ابدا اعمل له ماونت ديف ام دي 0 واحطها في سلاش ميديا دي اف داش اتش. ها بص لي المساحه الاجماليه كام؟ 5 جيجا، لاني عملته ايه؟ عملته ريد واحد، يعني اتعمل ميرور. فاكر امبارح لما عملنا ميرور او لما اتكلمنا على موضوع الميرورنج؟ ها حد عنده اي مشكله كده؟ طيب تعال نعمل ريد تاني يا عم، وليكن ريد 0 على اكتر من ديسك عندنا. تعالى كده اف ديسك داش ال، او من غير حتى اف ديسك ال اس بلوك كافي جدا. تعالى نعمل بارتيشن جديد على الديسك ده، وبارتيشن على الديسك ده، وبارتيشن على الديسك ده، ونعمل ريد 0 مثلا، ولا ريد 5، ولا ايا كان الريد ليفل مش فارق معايا ماشي، ونجرب مش هنخسر حاجه. تعالى كده اف ديسك ديف اس دي بي، تعالى نعمل بارتيشن عليه بي كده عشان ابرنت البارتيشن تيبل بتاعه. تعال نعمل ان نيو بارتيشن، بيقول لي برايمري ولا اكستندد، خليه برايمري. هو اوتوماتيك بيقول لك من 2 ل 4، هو بياخد الرقم اللي فاضي بعدها على طول رقم 2. طيب الفيرست سيكتور ايوه من اول فري سيكتور، وخلي لي مساحه البارتيشن ده وليكن 10 جيجا. بي كده عشان ابرنت، فاضل لي ايه هنا؟ اغير مين؟ السيستم اي دي بتاعه.
السيستم اي دي. طيب ام فور هيلب، ازاي اغير السيستم اي دي؟ عن طريق ها تي للبارتيشن رقم واحد ولا اتنين؟ ها المره دي اداك اختيار، هو ما عملش اوتو سيلكت. ليه؟ لان عندك اكتر من بارتيشن، بس قال لك انت كنت او انا عندي اخر واحد اتضاف لسه من شويه اللي انت بتضيفه اتنين، فغالبا شكلك كده عايز اتنين. ده ها هو اتنين اللي عايزه. لو انت عايز تختار بارتيشن تاني حدد له الرقم بتاعه، انا هختار اتنين. الهكس كود بتاعه كان اف دي بي كده، ده هيكون الشكل بتاعه. ها هل كده تمام؟ ايوه تمام زي الفل. هرايت الكلام دون. طبعا بيقول لي ري ريدنج ذا بارتيشن تيبل فيلد ان الديفايس دي بيزي. خلاص الديفايس دي بيزي، فاقول له كده بارت بروب ديف اس دي بي، عملت له فورس ان هو ان يعمل ايه؟ يعمل ري ريد للبارتيشن تيبل. تعالى بقى نعمل ايه كمان؟ اف ديسك اس دي سي، وتعالى نضيف بارتيشن جديد ام فور هيلب. تعالى كده ان برايمري البارتيشن رقم 2 من الفيرست فري سيكتور، وخلي لي ده مساحته بلس 10 جيجا. تعالى ام كده فور هيلب برنت للبارتيشن تيبل، فاضل لي اغير الكود بتاعه تي للبارتيشن رقم 2، الكود بتاعه اف دي بي كده للبرنت. اعمل برنت مره ثانيه للبارتيشن تيبل. طيب ممتاز جدا، هعمل رايت وبعد كده بارت بروب ديف اس دي سي، هفورس ان هو يعمل ريد للبارتيشن تيبل. طيب بعد كده اس دي دي، تعالى اد اف ديسك اس دي دي المره دي بي كده، لسه ما فيش عليه حاجه خالص، فاضي صحرا اهون. طيب ان كده نيو بارتيشن برايمري ديفولت رقم واحد من الفيرست فري سيكتور، اللاست سيكتور خلي لي ده بلس 9 جيجا. خلاص كده. طيب انا ليه عملت 9 جيجا؟ هقول لك دلوقتي حالا. فاضل لي بس كده اعمل برنت كده اشوف شكله يبقى عامل ازاي. فاضل لي بس الاي دي بتاعه اغيره، هقول له كده تي، هو اوتوماتيك عمل سيلكت البارتيشن رقم واحد لان ما فيش غيره. تعالى كده لو عملت له الهكس كود بتاعه اللي انا عايزه يبقى اف دي. طيب بي كده ممتاز، هعمل رايت للكلام دون. خلاص بارت بروب ديف اس دي دي. طيب ممتاز جدا. بص لي بقى كده، انا ايه عملت البارتيشن الاخير ده 9 جيجا عشان احطك في السيناريو ده. بص لي كده، انا عندي دلوقتي فرضا 3 بارتيشنز، عندي 3 بارتيشنز، 1 10 1 10 1 9. هل ينفع الثلاثة بارتيشنز دول اللي مساحتهم مختلفة تحطهم مع بعض وتعمل ريد اري وليكن ريد واحد؟ ها هل ينفع تعمل حاجة زي كده، تعمل ميكس ما بينهم، واحد بمساحة واحد بمساحة واحد بمساحة تالتة؟ ايوه ينفع. طب يا عم انت بتقول لي ريد واحد بيعمل ميرور صح؟ طب هياخد مساحة انهي واحد فيهم؟ الاري تبقى مساحته انهي واحد فيهم؟ قال لك بص على اصغر واحد، ها وهتبقى المساحة بتاعت الاري مبنية على اصغر واحد. يعني لو بتعمل ريد واحد دلوقتي ما بين التلاتة دولا، هتبقى المساحة اللي ممكن تستخدمها كام؟ 9 جيجا بس. طب لو بتعمل ريد خمسة هتبقى المساحة اللي ممكن تستخدمها كام؟ هي مجموعهم ناقص واحد، ها 3 في 9 ب 27 ناقص 9 يبقى اللي هتقدر تستخدمه 18 جيجا بس. طب لو بتعمل ريد زيرو بقى، ها لو بتعمل ريد زيرو، ريد زيرو بقى ما بيعملش اي ريدندنسي، ما فيش اي باريتي صح، ما فيش اي ميرورنج صح ولا غلط مع الريد زيرو؟ معنى كده لو انت بتشتغل ريد زيرو هتبقى تستخدم مساحه كام؟ 29. لكن لو بتستخدم ريد واحد او ريد خمسه هيفرق معاك في الايه؟ في اليوزابل سبيس. عشان كده كنت بعملها قدامك وهوريك بنفسك دلوقتي اللي هيحصل. تعالى كده اكاري ريد خمسه مثلا او ريد واحد، والله ما انا فارق ولا حتى ريد زيرو. ام دي اد داش داش كرييت سلاش ديف، انا كان عندي ام دي زيرو موجوده قبل كده، بص ام دي زيرو اصلا موجوده، فانا هعمل دلوقتي اسمه ام دي واحد. ام دي واحد سلاش الاول ام دي واحد الليفل بتاعه خمسه،
بعد كده ايه تاني؟ اهو الامر كان موجود اهو. اهو خلاص، تعالى كده بدل ما نقعد نكتب الكلام ده كله مرة تانية ونقعد نوجع ايدينا، ادا ريد واحد، وخلي الليفل بتاعه ليفل 5 يا عم. والريد ديفايسز بتاعتي دلوقتي عندي 3، اللي هما مين؟ اس دي بي 2، ومين كمان؟ واس دي سي 2، ومين كمان؟ وديف اس دي دي 1 اهم. بص كده بيقول لك ان اكبر درايف، ها، اللي هو ديف اس دي بي 2 ده بيكسيد المساحه 9 جيجا باكتر من 1%. عايز تكونتينيو؟ ايوه. قلت له كده كات او كده واتش كده كات سلاش بروك ام دي ستات. بص لي كده مساحه الاري دي هتقوم على كام. هو بيعمل دلوقتي بيلد صح؟ هو بيعمل دلوقتي بيلد للاري. بص كده المساحه قامت على كام جيجا، ها، كام دول؟ مش دول ال 18؟ معناه كده ان هو استخدم المساحه بتاعت اقل واحد فيهم واعتبرها هي المساحه بتاعت كل اللي موجودين. يعني لو كان عندك واحد فيهم 10 وواحد 9 هيعامل ال 10 كانه 9. طب وال 1 جيجا دي يا عم؟ قال لك هيسيبها مش هيكتب عليها اي حاجه. خلاص كده؟ وضحت النقطه دي؟ طيب الحمد لله زي الفل. طيب تعالى كده، وهو لسه بيبلد اصلا، انا ممكن اخرج من هنا واجي اعمل ايه؟ ام كي اف اس كده دوت اكس اف اس لديف ام دي 1 اهون. بعد كده لو جيت، ها، ممكن اقول له كده ماونت، تعالى كده ام كي داير سلاش داتا، وبعد كده ماونت سلاش ديف ام دي 1 لسلاش داتا اهون. دي اف داش اتش، ها، اتعمل له ماونت وشغال زي الفل اهو، اتعمل له ماونت وشغال زي الفل. تمام. طيب اخر حاجه بقى عشان ننهي درس الريت ده، شوف الفلكسبيليتي. اهم حاجه، بس اهم حاجه اللي باكد عليها، ما تغلطش وانت شغال مع الريت وتقع في الغلطه دي. وانت بتيجي تكريت الاري تستخدم بارتيشن كان اوريدي اصلا يوزد مع اري، مع اري تانيه. تاني ما تجيش كده تتهبل في دماغك وهوب يكون عندك بارتيشن مستخدم في اري اسمه ام دي 0 وتروح واخد نفس البارتيشن حاطه في اري تانيه، ام دي 1 مثلا ولا ام دي 2 ولا غيره. خلاص كده؟ معظم الناس بغلطوا الغلطه دي، بيستخدم بارتيشن غلط. ماشي؟ طيب اخر حاجه كده بس، تعالى اعمل ريبوت كده وهوريك حاجه هتحصل لازم اقول لك عليها. هوريك حاجه هتحصل لازم اقول لك عليها. ايه بقى الخازوق اللي هيطلع لك دلوقتي؟ تعالى كده، تعالى نكونكت كده ونشوف الخازوق اللي هيحصل ايه. عملنا لوجن اهون كله تمام، فاضل لنا ايه كده؟ ال اس بلوك، برضو كل حاجه البارتيشنز موجوده زي الفل. بص لي كده الشكل ده، بص لي كده، لو انت مستخدم اي بارتيشن في الاري هيعمل ايه؟ هيوريك البارتيشن ده منبر في انهي اري. بص لي كده، ده منبر فريد كام؟ فريد واحد اللي هو اسمه ام دي 0. طب وبص لي كده كمان، ده منبر في مين؟ ها، فريد 5 اهو، شايف اهو، خدت لي بالك؟ طيب ايه بقى الخازوق اللي حصل؟ الخازوق اللي حصل كالاتي، لو قلت له كده كات سلاش بروك ام دي ستات، ايه اللي هيحصل؟ الخازوق ما حصلش، الخازوق ما حصلش. طيب ماشي، هو ايه الخازوق اللي كان هيحصل اصلا يا عم؟ تقول لنا هو ايه؟ بص لي كده، احنا عملنا من شويه، احنا عملنا من شويه، عملنا ام دي 0 وعملنا ام دي 1 صح؟
فاهم كده؟ طيب لو انت كنت عامل انستول للاوبريتنج سيستم بتاعك على ريد وجيت ضفت ريد تاني، ها ايه اللي هيحصل؟ اول ما تعمل ريبوت اسم الريد ده هتلاقيه اتغير، وهتلاقيه كده اتغير اوتوماتيك بقى بالاسم ده. يعني ايه؟ انا مثلا بص اللي انا هقول لك عليه، انت جيت عملت انستول للاوبريتنج سيستم، فاكر لما عملنا انستول للاوبريتنج سيستم؟ عملنا انستول اول يوم، عملنا انستول كان بيقول لك كده انت بتعمل انستول، عايز تانستول على بارتيشن عادي ولا عايز تانستول على ريد ولا عايز تانستول على ال في ام؟ كان مديك شويه اوبشنز كده. طب لو انت كنت اخترت تعمل انستول اصلا على ريد من البدايه، وجيت بعد ما عملت انستول على ريد رحت عامل، ها بعد ما خلصت الانستوليشن بتاع الاوبريتنج سيستم عملت ريد جديد، يعني انت عملت انستول هنا مثلا على ام دي 0، رحت انت رحت جاي عامل عامل ريد جديد اسمه ام دي 1، وبعد كده رحت جاي عامل ريبوت، عارف ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي اسم ام دي 1 ده ها اتشقلب وبقى اسمه كده ام دي 127. ايه يا عم ده؟ ايه اللي غير الاسم ده؟ طب هو اتغير ليه؟ قال لك بص هو الديفلوبرز، بس الديفلوبرز اللي اخترعوا الحكايه دي كده من اول ريل 6، ايه اللي عملوه؟ قال لك بس انا هحجز اول 126 ريد اري، اول 126 لا اول 127، اول 127 للي انت بتعملهم وقت الانستوليشن، خلاص يبقى من صفر ل 127 ها كانوا محجوزين للي انت هتكريتهم وقت الانستوليشن. طب لو انت عملت ريد اري بعد الانستوليشن ها هيبدا يعد معاك من كام؟ من 127 خلاص. طب لو عملت ريد اري تاني بعده هياخد كام؟ هيبقى اسمه ام دي 128. طبعا الكلام ده هيحصل بعد اول ريبوت. طيب هتقول لي دلوقتي طب ما كده في خازوق، لما تيجي تماونت هتماونت بانهي اسم؟ هقول لك بكل بساطه عشان تريح نفسك من المشكله دي، بدل ما تعمل ماونت بام دي 0 ولا ام دي 1 ولا ام دي 127 ولا ام دي مش عارف رقمه يبقى كام، اعمل كده فاكر الامر اللي اسمه بلوك اي دي، ها ودايما دايما حاول تعمل ايه ماونت عن طريق مين يا ريس؟ اليو يو اي دي. يبقى لما تيجي تحطه في الاف ستاب ريح راسك واعمل ماونت بمين؟ باليو يو اي دي، خلاص كده بدل ما تعذب نفسك. ها وضحت الحته دي؟ وضحت. يبقى لو جيت عملت ريبوت وانت كان عندك ريد اصلا كرييتد وقت الانستوليشن هتلاقي اسم الريد بتاعك اتشقلب اتغير خالص. طب هو اتغير ليه يا عم؟ قال لك لان احنا حاجزين عشان تعرف ايه اللي اتعمل له انستول وقت الانستوليشن او ايه اللي اتعمل له كرييت وقت الانستوليشن من اللي اتعمل له كرييت بعد الانستوليشن. طيب كلام جميل. طب دلوقتي لو انا كنت عامل في اي تي سي اف ستاب ماونت الام دي 1، هتيجي تبوت المكنه بتاعتك مش هيلاقي ام دي 1 اصلا، هيلاقي اسمه ام دي 127. طب ليه العذاب ده يا عم؟ قال لك بص ريح دماغك خالص، ولما تيجي تعمل ماونت اعمل ماونت بمين؟ باليو يو اي دي. ها يبقى كده ما عندكش مشكله اصلا من الاساس. تمام كده وضحت الحكايه دي؟ وضحت الحكايه دي؟ طيب كلام جميل. اخر حاجه بس لما عملنا يو يو اي دي بص لي كده او بلوك اي دي عشان اشوف اليو يو اي دي بتاع البارتيشنز اللي موجوده عندك. البارتيشنز اللي جزء من اي اري بص كده هتلاقي النوع بتاعها ايه؟ ها لينكس ريد ممبر، شايف؟ خليك فاكر الحكايه دي. ها لينكس ريد ممبر نوع البارتيشن، لو لقيته لينكس ريد ممبر معناها ان هو ايه؟ ان هو بارت من اري موجود عندك، ان هو بارت من اري موجود عندك. وصلت؟ طيب كلام جميل حلو الحمد لله الحمد لله. احنا كده يعتبر خلصنا الريد. حد عنده اي مشكله في اللي انا قلته؟ ها حد عنده اي مشكله في اللي انا قلته؟ طيب كلام جميل ممتاز. طيب تعال نوقف الفيديو وناخد بريك وبعد كده نخش في موضوع مين؟ ال ال في ام. تمام كده؟ طيب.